هلا والله فيكم بحلقة جديدة من ألعاب الشهر وشهر جولاي، والحين خلونا نبدأ. أول لعبة معانا هي لعبة ريد فاكشن غوريلا ري مارستد، مسوي حركة يعني حط لك اسم مارس في الريماستر. طبعا هو ريماستر من اللعبة اللي نزلت عام 2009 وتعتبر لعبة تسوي فيها كل شيء. هي أصلا بدت لعبة فيرست بيرسون، نزلت على بلايستيشن 2 بعدين نزلوها على بلايستيشن 2 أيضا بس بنسخة جديدة، بعدين بلايستيشن 3 نزلوا لك إياها فيرجن اللي هو غوريلا تشوفونه. فكرت إنك تكسر كل شيء عماير ومش عارف إيش زي كذا. راح تنزل 4K وراح تكون أيضا مجانية إذا عندك بي سي وعندك اللعبة النسخة الأصلية حقتها. ثالبا معنا هي لعبة ليجو ذا إنكريدبلز. طبعا إنكريدبلز الكرتون المشهور من ديزني اللي خاصة الجزء الثاني توه نازل، فراح ينزلون لعبة إنكريدبلز لكن عن طريق أسلوب ليجو المعتاد. ما في شيء أقول عنها، لعبة ليجو المتعودين عليها لكن بأسلوب إنكريدبلز. ثالث لعبة معانا هي لعبة أكتوباث ترافلر. هذه اللعبة الناس كثير ينتظرونها، هي عبارة عن لعبة RPG لكن بالأسلوب الكلاسيكي اللي تعودنا عليه من قبل، خلينا نقول بأسلوب 16-bit. اللعبة هذه بنفس المطورين اللي سووا لعبة Bravely Default اللي نزلت على جهاز 3DS. طبعا اللعبة راح يكون فيها 8 شخصيات مختلفة وكل شخصية لها قصة خاصة فيها، تختار شخصية واحدة تلعبها تخلص قصتها، بعدين تلعب قصة شخصية ثانية وتخلص قصتها. راح يكون فيها ساعات كثيرة من اللعب الممتع وأيضا الأسلوب الكلاسيكي اللي الناس يحبونه. مو بس كذا، هم جمعوا لك بين أسلوب الرسم الكلاسيكي الـ 16-bit وأيضا أضافوا إليه المؤثرات الجديدة، فراح يكون فعلا يعني شكلها جميل جدا وخلاق. وفرصتكم الحين تقدرون تجربون اللعبة انك تنزلون الديمو الموجود على الستور حق النتندو سويتش اللي هو اسمه أكتوباث ترافلر برولوج، واللي تسوونه انكم تلعبون 3 ساعات من اللعبة الأصلية، ولما تخلصون او خلينا نقول لما تنتهي 3 ساعات هذه راح تقدرون تنقلون السيف حقكم اللي انتم وصلتوه في اللعبة الكاملة لما تنزل. رابع لعبة معانا هي لعبة كابتن تود تريجر تراكر. هذه اللعبة نزلت على جهاز الويو، طبعا الويو ما كان جهاز ناجح كثير عشان كذا ناس كثير ما لعبوها. فكرة اللعبة انها راح تكون عبارة عن لعبة الغاز بحت، تلعب شخصية تود او خلينا نقول كابتن تود، وراح تحاول انك تجمع الجواهر، عاد تكون 3 في المرحلة. ومو بس كذا، انت راح تحاول انك تغير الكاميرا او تغير المنظور حقك بحيث انك تخلي تود يمشي ويحل الغاز. تود ما راح يقدر ينقز، عشان كذا لازم تستخدم مخك وتعرف كيف تعدل الغاز حتى لو فيها نقزة كيف تقدر تعديها، تجيب جسر شيء زي كذا. لعبة جدا ممتعة تكون، راح تنزل على السويتش، وايضا تقدر تجرب الديمو الحين نازل موجود على نينتندو سويتش ستور وتجرب اللعبة بنفسك وتختار تقدر تشتريها ولا لا. خامس لعبة معنا هي لعبة سونيك مانيا بلس. هذه اللعبة نزلت، خلينا نقول سونيك مانيا نزلت الصيف الماضي وكانت جدا ممتازة، ولان فانز مسوينها لفانز. الجزء هذا راح يكون فيه اضافة جديدة شخصيتين، راي ذا سكوير ومايتي دارمادلو. راح يكون في لعبة يعني طريقة لعب جديدة في لهم، وايضا راح يضيفون مراحل جديدة، وراح يكون في حاجة اسمها انكور مود، وفكرته انك راح تلعب بالمراحل القديمة الكلاسيكية لكن باسلوب جديد. مو بس كذا، راح يضيفون ايضا مقاطع سينمائية جديدة وتكون اطول من الجزء اللي قبله. سادس لعبة معنا هي لعبة ميجا مان اكس ليجاسي كولكشن 1 و 2. هذه اللعبة بفكرتها انها راح تكون مجموعة العاب ميجا مان اكس كلها اللي نزلت من الجزء الاول الى الجزء الثامن. راح يكون في مجموعتين، المجموعة الاولى راح يكون فيها ميجا مان اكس، ميجا مان اكس 2 واكس 3 واكس 4، المجموعة الثانية راح يكون فيها ميجا مان اكس 5، ميجا مان اكس 6، ميجا مان اكس 7، ميجا مان اكس 8. راح تكون تنباع مجموعتين منفصلتين او على جهاز بلاي ستيشن 4 وجهاز الاكس بوكس 1، راح يكون شريط واحد يدعمهم كلهم، وعن طريق السويتش راح تقدر تشتري نسختين مع بعض. لكن اللي بيصير فيه انه في كارترج السويتش راح يكون فقط في ميجا مان اكس ليجاسي كولكشن 1، اما ليجاسي اكس كولكشن 2 راح تقدر تنزل عن طريق الستور متجر نينتندو سويتش. اخر لعبه معنا هي اضافه جديده للعبه نومان سكاي باسم نومان سكاي نيكست. لعبه نومان سكاي نزلت قبل سنتين وطبعا اشتهرت انها من اكثر الالعاب اللي المطورين ما وفوا بوعودهم فيها، واشياء كثيره وعدونا فيها وما حطوها في اللعبه. فناس كثير يقولون احتمال يكون هذه الإضافة راح يكون فيها الوعود اللي وعدونا فيها، راح يضيفونها، وأيضا أضافوا طور المالتي بلاير بحيث أنك تلعب أنت وأخوياك فيها وتستمتعون فيها. وهذه كانت لسة ألعاب شهر جولاي. عطونا إيش لسة الألعاب، أو نقول الألعاب اللي اخترتوها وعجبتكم من وين تشترونها، أو الألعاب اللي اخترتوها لكن من وين تشترونها، وأيضا اكتبوا كل شيء تبونه تحت في التعليقات، وعطونا أيضا اللايك وسبسكرايب في القناة. كان معكم فهد الشيحة، يعطيكم العافية المتابعة، مع السلامة.